طب اكتشفت انه اللي بحبوك اكثر او اللي بيكرهوك اكثر؟ انا هون اكتشفت محبة الناس. انا لما طلعت ما في ناس تشفوا قالوا بتستاهل الحبس. انا لما طلعت اللي كانوا بيكرهوا زين صاروا يحبوا زين، اللي كانوا ضد زين صاروا مع زين. انا اسبوع كامل من بعد ما طلعت انا فاتحه باب بيتي من الساعه 8 الصبح للوحده بالليل بستقبل ناس انا ما بعرفهم. انا بيتي زي كاني لما وصلت البيت زي كاني عروس عم تنزف. الزفات الاردنيه، الخواريف، الدبايح، محلات وزعت كنافه، والله العظيم اسبوع كامل شارع بيتي عرس، والله العظيم ناس ببيتي جوا عم تيجي، نسوان بتزرغط بالشوارع، كنافه، لحمه، في حدا ذبح لي جمل ووزع. فانا بقول يا الله سبحانك ربي، ما في إشي بالانسان ممكن يصير معه هو شر لإله. ربنا ما بيبعث شر للانسان، ربنا بيبعث الخير، ولكن احنا البني ادمين بنفكر انه ممكن يكون شر لنا، ولكن اذا بنروح للابعاد وبنترك وقت شوي رح نعرف انه هذا كان خير.